السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، خلاص انتهينا من الترم الثاني ومن منهج الفلسفة للترم الثاني. إن شاء الله النهاردة معانا مراجعة عامة على المنهج شامل، وهنحل كام جزئية وكام سؤال علشان نربط بيهم المنهج. افتكر كده معايا، احنا المنهج معانا 3 مواضيع أو 3 دروس. أول موضوع معانا اتكلمنا فيه عن معنى العلم وأخلاقيات العالم. طب تاني موضوع اتكلمنا فيه عن خصائص التفكير العلمي ومهاراته. طب تالت موضوع التفكير الناقد والتفكير الابداعي. نراجع مع بعضينا كده مراجعة سريعة على المنهج علشان تفتكر، علشان لما نحل مع بعضينا الاسئلة ان شاء الله تكون فاهم الجزئية وفاهم انت بتحل عليها ازاي. النهاردة هنبدأ نربط كل جزئية تفتكرها في الامتحان ازاي، تفتكرها بايه، تفتكرها بنقطة معينة علشان تعرف تحل عليها. اول موضوع معانا بنتكلم فيه وهو معنى العلم واخلاقيات العالم. احنا في الاول كده اتكلمنا عن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طب المعنى اللغوي اتكلمنا فيه عن ايه؟ ايوه افتكر كده معايا، لغه عربيه ولغه انجليزيه. طب اللغه الانجليزيه قلنا متقسمه معانا ل3 نقط. يعني ايه كلمه علم بالانجليزي؟ ساينس. مشتقه من فعل ايه؟ ايوه شاطر، لاتيني. طب الفعل اللاتيني دوت اسمه ايه؟ اسمه شير. طب معناه ايه؟ أن يعرف أو أن يعلم. طب ظهر إمتى؟ ظهر في الثلث الأول من القرن الإيه؟ ال19 في أوروبا. طب ده في اللغة الإنجليزية. اللغة العربية افتكر كده معايا، قلنا كلمة علم يعني النشاط العقلي والدرس العقلي. طب بعد كده اتكلمنا عن علماء المسلمين ابن تيمية وابن حنبل، وركز فيهم علشان هيجي لك يقول لك قصر كلمة العلم على علوم الدين وأصول الفقه والتفسير احد ائمة المسلمين او احد علماء المسلمين. ساعتها هتختار يا اما ابن تيمية لو موجود، يا اما ابن حنبل لو موجود. طب المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي قلنا موضوع منهج نتائج تطبيقية. موضوع قلنا هو دوت الوقائع والظواهر اللي احنا بندرسها وعايزين نوصل لها. طب المنهج، المنهج هيجي لك في الامتحان هيقول لك طريقة او اسلوب او خطوات، اي حاجة انت بتعملها علشان توصل للقانون العلمي يبقى دوت المنهج. فالمنهج هو الطريقة اللي بينتج بها رجل العلم القوانين والنظريات. طب بعد كده النتائج التطبيقية، قلنا نتائج حاجة ونتائج تطبيقية حاجة تانية. النتائج التطبيقية دي هي التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها عن طريق الايه؟ عن طريق العلم، شبكة مواصلات بقى، نقل ومواصلات، انترنت، كل دوت. بعد كده موضوع العلم، قلنا موضوع العلم بيدرس ظواهر طبيعية و بيولوجية ونفسية واجتماعية. طب احنا هنسيبهم كده؟ لا، احنا هنقسمهم لظواهر او مراتب. طب المراتب دي اول مرتبة هي قمة العمومية لو تفتكر، لان هي بتدرس الكون كله، ودي الظواهر الايه؟ الطبيعية او العلوم الطبيعية، خاصة العلم ايه؟ ايوه شاطر كده، الفيزياء، لانه بيدرس الكون. طب تاني حاجة دي الدرجة التانية من العمومية عشان بتهتم بالعلوم البيولوجية. طب لما يجي يتكلم معايا عن فيزياء ويتكلم معايا عن كيمياء ويتكلم معايا عن فلك يبقى دي علوم طبيعية. طب اتكلم معايا عن بيولوجي، وظائف الاعضاء، الاحياء بمعنى اصح، اي حاجة ليها علاقة بجسم الانسان يبقى مرتبة تانية البيولوجي. طب تالت حاجة، المرتبة التالتة، علوم نفسية واجتماعية، سياسة، اقتصاد، تاريخ، فلسفة، علم نفس، يبقى ديت مرتبة تالتة ظواهر نفسية واجتماعية. طب لو قال لي جيولوجيا، ما مش موجودة يا مستر. الجيولوجيا بتهتم بايه يا حبيبي؟ بتهتم بطبقات الارض، صح، وبتدرس طبقات الارض. طب طبقات الارض دي يعني ايه؟ يعني الكون، يعني مرتبة ايه؟ مرتبة اولى. تمام، يبقى انت افهم الجزئية، الجزئية عندك بتتكلم عن علوم نفسية واجتماعية يبقى مرتبة تالتة، بتتكلم عن وظائف اعضاء وبيولوجي مرتبه تانية، بتتكلم عن الكون كله يبقى علوم طبيعيه مرتبه اولى. طب هدف العلم ايه؟ هدف العلم قلنا ان احنا بنتحكم ونسيطر على الكوارث الطبيعيه علشان نخلص المجتمع اللي احنا عايشين فيه من اخطار الطبيعه. طب بايه؟ بالعلم، زي السيول، زي البراكين، زي الزلازل. طب جوانب العلم قلت لك ايه؟ فاكر لما قلت لك في الشرح في اول محاضره خالص احنا اللي بنرسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه؟ طب هو مين اللي بيرسم الطريق؟ الجانب النظري. طب هو مين اللي بيمشي عليه؟ الجانب التطبيقي. فالجانب النظري هم مختصون في ايه بقى؟ ركز في الكلمه دي، في التنظير العقلي. يعني بيحطوا نظريات، هيجي يقول لك ايه؟ اينشتاين، نيوتن، داروين، مصطفى مشرفه، كل الناس دي دول بيحطوا نظريات. طب الجانب التطبيقي دول اللي بيطبقوا في تكنولوجيا التجربه، بيستخدموا تكنولوجيا التجربه عشان يتحققوا من الفروض علشان يوصلوا للنتيجه اللي هم عايزينها، زي احمد زويل. ويجي لك في زي الترم الاول كده زي علماء الشرق واليونانيين هيقول لك سبارتا
اليونان، اثينا، ويجيب لك دوله من دول الشرق، اكيد يعني الاجابه هتبقى ايه؟ دوله من دول الشرق، لان الثلاثه حاجه واحده، فمش هيجيبهم لي في الاختيارات. نفس النظام في الجوانب العلم، هيجيب لك مثلا مصطفى مشرف، نيوتن، اينشتاين، ويجيب لك احمد زويل. ركز كده في السؤال عشان هتلاقي الاجابه احمد زويل، ليه؟ اصل هو الثلاثه دول يبقى الثلاثه دول تبع الجانب التطبيقي، فاكيد الجانب النظري. ونفس النظام هيجيب لك ناس ثانيه ويختار لك احمد زويل، يبقى الاجابه احمد زويل في الجانب العملي، تمام؟ طب بعد كده مهام رجل العلم، بيوصف، بيفسر، بيتنبأ. قلنا بيوصف ده بيجاوب على الاراء بتاعته، الحاجه اللي هو عايز يوصل لها، بس بيوصفها في الاول. وفي نقطه جواها وركز فيها، التصنيف، علشان هيجي لك في الاختيارات تصنيف. يا مستر ما مش موجوده في مهام رجل العلم، بس موجوده جوه الوصف، ان هو بيصنف وبيحطهم في مجموعات وفقا للخصائص المشتركه اللي ما بينه، فدوت الايه؟ الوصف. طب التفسير ده الاسباب، بوصل لاسباب الحاجه، يعني ليه؟ كلمه ليه؟ لو انت وصلت في السؤال بيقول لك بسبب كذا، فانت بتقول ليه بيحصل ده؟ والاجابه في السؤال، يبقى تفسير. طب التنبؤ، انا بتنبأ بحاجه هتحصل في مستقبل، حاجه في الايه؟ في المستقبل، يبقى انا كده تنبؤ. وقلنا ان التفسير بيساعد على التنبؤ بحدث مستقبلي بشكل افضل. صفات رجل العلم قلنا ايه؟ امانه علميه، دقه منطقيه، روح نقديه، الخيال. طب الامانه العلميه عندك ثلاثه. اول امانه، امانه فيما يقدمه من براهين وادله، الادله اللي انت بتجيبها لازم تكون عندك امانه فيها، وتجيب ادله ايه؟ ادله كافيه. طب انت الادله الكافيه بتجيبها ازاي؟ بتجيبها عن طريق ان انت بتشوف العلوم الطبيعيه والعلوم الاجتماعيه الدليل بتاعها ايه، او البرهان بتاعه ايه، بيجي ازاي فتختار. طب بعد كده امانه في نقلك من الاخرين. فاكر لما قلت لك انت بتيجي تنقل من مستر عبد الرحمن الفلسفة، فلما تروح لحد تقول لا ده انا جبت المعلومات من نفسي، انت كده ما عندكش امانة على فكرة. ايوه، انت مفروض تذكر انت خدت المعلومة من مين. فامانة في نقلك من الاخرين، انت كده نقلت من الناس، يبقى مفروض يكون عندك امانة وتقول انت نقلت من مين. امانة في شكر من تعلم على ايديهم، انك تشكر الناس اللي اتعلمت على ايديهم. طب الدقة المنطقية، الدقة في الكتابة العلمية اللي بتختلف عن الكتابة الانشائية. هو انا ينفع اجي اقول لك ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. انا مالي انا يا عم ليت الشباب يعود يوما؟ انت بتتمنى، انا مالي؟ لا، انت المفروض تيجي تقول لي معلومه عن الشباب عشان انا استفاد بيها. فالدقه في الكتابه العلميه لازم استخدم جمل خبريه. يعني ايه جمل خبريه؟ جمل بتخبرني عن شيء معين، جمل محدده بتبعد عن المجاز والارسال او المرسل. طب بعد كده الدقه في اعطاء الموضوع حقه في الدراسه. حاجه محتاجه منك 5 ساعات مذاكره، ينفع تذاكرها في نص ساعه يا مسلم؟ ما ينفعش. انت عندك المراجعه كامله هنخلصها، المفروض تقعد تذاكرها يوم كامل او يومين كاملين، تيجي انت تكروتها في ربع ساعه، انت كده اديت الموضوع حقه في الدراسه؟ ما اديتلوش حقه، يبقى انت كده ما عندكش دقه منطقيه. انما الدقه المنطقيه الدقه في اعطاء الموضوع حقه في الدراسه. طب الروح النقديه فيها نقطتين، ما تقبلش اي معلومه غير لما تنقضها وتتاكد من صحتها. طب انت واحد كده ما بتقبلش اي معلومه غير لما تنقضها، يبقى اكيد هتقبل نقد الايه؟ نقد الاخرين. يبقى النقطة التانية، يتقبل النقد الموجه ليه من الاخرين. طب اخر حاجة معانا في صفات رجل العلم، قلنا الخيال. الخيال قلنا كلمة معينة كده وركز فيها علشان مهمة. الخيال وسيلة وليست غاية. يعني ايه وسيلة وليست غاية يا مستر؟ يعني انا باخد العربية وسيلة ان انا اروح المدرسة، بس هل غايتك، هل الهدف بتاعك انك تقعد تركب في العربية؟ ايه، بتركب العربية تروح لحد المدرسة وتلف وترجع وهكذا؟ لا، انت بتركب العربية عشان توصل للايه؟ للهدف بتاعك. نفس النظام، العالم بيتخيل علشان يوصل لهدفه، يوصل للقانون العلمي. طب بعد ما وصل للقانون العلمي في الظاهرة، هيقعد بقى يتخيل في الجزئية دي؟ لا خلاص، هيبدأ يتخيل حاجة جديدة عشان يوصل للقانون العلمي. يبقى الخيال وسيلة وليست غاية، وليست هدف علشان يوصل للقانون العلمي. خصائص المعرفة العلمية، واخر حاجة في الدرس الاول، عقلانية. انت لازم يكون عندك جرأة عقلية واقدام على الفعل، خش بالحاجة وانت مطمن، طالما انت واثق في نفسك، واثق في قدراتك، واثق في رأيك، واثق ان الحاجة اللي انت بتقولها دي صح، يبقى اقدم على الفعل وخلي عندك عمل متقن، يبقى انت كده عندك عقلانية. طب تاني خاصية، ما نعلمه يعد قليل بالنسبة لما لا نعلمه. اللي انت عارفه في الكون ما يجيش حاجة بسيطة جدا بالنسبة للمعلومات اللي في الكون. أنا درست فلسفة، بس هل أنا درست الفلسفة كلها؟ لا. أنت درست مثلا علم نفس، هل أنت درست علم نفس كله؟ لا. طب اللي في الدين، أنت كل الناس رجال الدين اللي موجودين لموا الدين كله؟ برضه لا. يبقى ما نعلمه يعد قليل بالنسبة لما نعلم. يبقى لما يجي لك في الاختيارات حاجة عن خصائص المعرفة العلمية ويجيب لك معلومات قليلة بالنسبة لك والكون معلوماته كتير، يبقى ما نعلمه قليل بالنسبة لما نعلم. طب إنسانية، لأن هي بتجري في سياق إنساني تعاوني،
زي ما قلت لك ان احنا بنتعاون كلنا عشان نخدم بعضينا، انا بتعاون معاك علشان افيدك كمدرس، وانت بتتعاون معايا وليكن انت مهندس فبتعاون معاك علشان تبني لي مثلا شقة، طب احنا الاتنين بنتعاون مع بعض عشان نروح للدكتور، يبقى كلها بتخدم الايه؟ بتخدم الانسان بس بالقيم والاخلاق، تمام كده؟ طب بعد كده لكل منها اطار نظري فلسفي تنطلق منه، انت ليك نظريتك وانا ليا نظريتي، انت ليك رايك وانا ليا رايي، يبقى كل واحد فينا ليه اطار نظري فلسفي خاص بيه، فما ينفعش اقارن نظريه داروين بنظريه اينشتاين، دوت ليه راي وده ليه راي، يبقى ما ينفعش ادخل الاثنين في بعض، يبقى لكل منها اطار نظري فلسفي خاص بيها. بعد كده بيتكلم معايا عن الاحتماليه، هو المعرفه العلميه ما بتديليش خبر نهائي وواضح عن الظاهره، ولكن بتعمل ايه؟ بيبقى الحاجه اللي بنحطها او المعرفه اللي بنحطها بتبقى احتماليه، ما بتبقاش صح دايما وما بتبقاش غلط دايما. طب بعد كده تراكميه، فهي دائمه النمو والتطور، بتثور على نظريات قديمه اثبت العلم المعاصر عدم صحتها للواقع اللي احنا فيه، فبيعدل عليها وبيطور عليها، فدايما بتتطور، يبقى كده تراكميه، يبقى لما يتكلم معاك عن حاجه استمرارية حاجة بتستمر يبقى تراكمية. بعد كده جانب اجتماعي، لأنها لا تتم ولا تمارس إلا في إطار مجتمع متكامل، بنتعاون في الأول في المجتمع العلمي، بعد كده بنتعاون في المجتمع الإنساني، زي ما قلت لك لقاح فيروس كورونا هم اجتمع العلماء عشان يطلعوا على لقاح، فدوت التعاون في المجتمع العلمي، بعد كده المجتمع الإنساني اللي بدأ المجتمع يتعاون في اللقاح دوت ويستخدمه، يبقى كده تعاون في المجتمع الإنساني. آخر حاجة في الدرس الأول وهي متقدمة، بتتقدم من خلال الصراع ما بين القديم والجديد، الصواب والخطأ، فلما يجيب لك صح وغلط حاجات صح وغلط في نفس السؤال يبقى متقدمة، لأن بتتقدم في الصراع ما بينهم هما الاثنين. بعد كده الدرس الثاني اتكلمنا عن خصائص التفكير الايه؟ خصائص التفكير العلمي. قلنا أول حاجة تعريف التفكير العلمي، قلنا هو عملية عقلية، عملية معرفية بيقوم بيها الفرد ليه؟ علشان ينظم حياته ويفهم العالم المحيط ويحل المشكلات اللي بتواجهه. فاكر لما قلت لك مبادئ؟ قلت لك مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، عشان لو جالك في الامتحان مبدأ سببية مبدأ عدم تناقض، مش مكتوبين كده، بس مبدأ السببية ان كل شيء سبب، فلما تتكلم عن اي حاجة ليها سبب ان هي حصلت بسببه يبقى مبدأ السببية. طب مبدأ عدم التناقض، ما ينفعش اقول الطالب حاضر وغايب، ايه يا مستر اللي بتقوله ده؟ ما هو دوت تناقض، يبقى انا بقول لك مبدا عدم التناقض عدم اثبات الشيء ونقيضه في نفس الوقت، يبقى دي المبادئ بتاعتنا ركز فيها عشان ممكن تيجي لك. بعد كده خصائص التفكير العلمي، قلنا الهادف ان هو هادف دوت مقصود وليس تلقائي، مش كل الناس بتفكر بطريقه علميه، بس انت بتبقى قاصد انك تفكر عشان توصل للحاجه بتاعتك. طب بعد كده الحريه، ليك الحق انك تختار موضوع الدراسه بتاعتك، ليك الحق انك تختار النظرية اللي انت هتستخدمها علشان توصل لموضوع الدراسة، ليك الحق انك تنقد وتعدل ما تراه بس بشرط وجود ايه؟ وجود دليل علمي. طب بعد كده العمومية، ادراك العلاقات ما بين الشواهد، انا بدرك العلاقة ما بين حاجة وحاجة عشان اوصل لتعميم واوصل لحاجة عامة، فانا بقول لك الحديد معدن يتمدد بالحرارة، نحاس معدن يتمدد بالحرارة، قصدير معدن يتمدد بالحرارة، إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة، يبقى أنا كده وصلت لقانون عام بعد إدراك العلاقات ما بين الشواهد الحسية. بعد كده الموضوعية، أنا لازم أكون شخص موضوعي، ما تتحكمش فيا المصالح الشخصية، ما يكونش أنا مصلحتي أهم، لا العلم أهم، يبقى أنا لازم أكون شخص موضوعي، فعدم إدخال معتقداتك ورغباتك ومصالحك الشخصية. طب كمي، قلنا بنهتم بالكميات، ما تجيش تقول لي لا انا هحط شويه هيدروجين على شويه اكسجين فاطلع الميه، ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ لازم احط ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، فانا بتكلم بالكميات. طب الكميات ديت الرياضه هي اللي بتهتم بالكميات، فالرياضيات تمثل لغه الباحث للتعبير عن التقديرات الايه؟ الكميه. بعد كده الاستمراريه، ودي شبه التراكميه، ان هو التفكير العلمي مستمر باستمرار وجود الانسان. يا مستر طب لو جاب لي استمراريه وتراكميه ازاي هيجيب لك يا حبيبي استمراريه وتراكميه؟ ما هو يا اما يجيب لك الاستمراريه ويجيب لك العناصر اللي موجوده في خصائص التفكير العلمي فانت الاجابه هتبقى استمراريه، يا اما يجيب لك خصائص المعرفه العلميه ويكتب لك التراكميه فانت تختار التراكميه، انما مش هيجيب لك نقطه مع نقطه ثانيه في جزئيه ثانيه خالص، تمام؟ بعد كده مهارات التفكير العلمي، قلنا الملاحظه والتجربه. أول حاجة الملاحظة، أنا بلاحظ بنتبه للظاهرة اللي قدامي، ببدأ إن أنا ألم الجوانب بتاعتها عشان أفهمها، بعد كده ببدأ أجرب فبلاحظ أكتر علشان أجرب. طب بعد كده التصنيف، ببدأ أصنف الحاجة اللي قدامي، أحط البيانات اللي أنا شايفها قدامي دي في مجموعات مترابطة بناءً على الخصائص المشتركة ما بينهم، فأنا كده بصنف
تمام كده؟ يبقى انا ببدأ احط البيانات والمعلومات وفقا للمشترك بينهم. بعد كده تحديد المتغيرات، قلت لك متغير مستقل، متغير تابع، متغير دخيل، وشرحناها بالتفصيل في المحاضرة الثانية او المحاضرة الثالثة، شرحناها بالتفصيل. بس انا هراجعها لك بسرعة كده. متغير مستقل ده اللي انا عايز اعرف درجة تأثيره، هو بيأثر ازاي وبيأثر قد ايه. المتغير التابع دوت بمعنى اصح اللي ماشي ورا المتغير المستقل، ده اللي بيتأثر بالمتغير المستقل. طب المتغير الدخيل ده المتغير الرخم، المتغير الغلس اللي انا قلت لك عليه، ان لو دخل على التجربة بيبوظ التجربة. بعد كده اخر حاجه تفسير البيانات هي التصنيف. يا مستر طب لو جاب لي تصنيف وجاب لي تفسير، هقول لك يا حبيبي التصنيف هو تصنيف مبدئي، بحط المعلومات المتوفره قدامي في مجموعات علشان ابدا اطبق. انما التفسير البيانات دي البيانات النهائيه اللي انا وصلت لها، دي النتائج اللي انا وصلت لها، فانا بصنف النتائج الاخيره. زي مثلا لما تخش المدرسه انت اسباني الماني فرنساوي، فببدا اقسمكم علشان في امتحان لغه تانية. طب بعد ما بتخش وخلاص امتحنت وصنفتكم، ببدا بقى ساعتها تفسير البيانات، بصنف النتائج اللي هي النتيجه اللي انت جبتها، ده سقط، ده نجح، ده جاب درجه عاليه، ده جاب درجه قليله، يبقى انا بصنف النتائج. بعد كده خطوات التفكير العلمي. فاكر لما قلت لك بشعر بالمشكله، ان انا شعرت ان في مشكله قدامي لازم تتحل. بعد كده بحدد المشكله بقى وفقا للمعلومات اللي قدامي، ببدا احددها بالظبط. بعد كده فرض الفروض. يعني ايه فرض الفروض؟ حلول بمعنى اصح ببتكرها، بفترضها ممكن تبقى صح وتفيدني، فانا بفترض الفروض. فالفروض هي ايه؟ افكار مبدئية بتفصل لي الحدث بتاعي. بعد كده اختبار الفروض، انا بختبر الفروض دي، ما ممكن يكون صح وممكن تكون غلط، فببدا اختبر الفروض دي اشوف انهي الصح وانهي الغلط. اخر حاجه اختيار افضل البدائل، اختيار افضل الفروض، اختيار افضل الحلول، عشان كلهم نفس المعنى وممكن تيجي لك اقتراح حلول او افتراض فروض، فانت لازم تبقى فاهم. فاختيار افضل البدائل، انا بختار افضل الحلول. طب بعد كده معوقات التفكير العلمي، ايه بقى الحاجه اللي لو حصلت تبوظ التفكير العلمي وما تخليش فيه تفكير علمي، فممكن تعوق التفكير العلمي؟ اول حاجه الاخطاء المنطقيه. انت واحد عايز تتسرع انك توصل لنتيجه بسرعه، عايز توصل لنتيجه سريعه، فاكيد المعلومات اللي انت هتاخدها او المقدمات اللي قدامك او المعلومات اللي قدامك غير كافيه، فهتوصل لنتيجه غلط. زي ما انت لما تحب كده تكروت المحاضره بتاعت ليله الامتحان بتاعت مستر عبد الرحمن، فتقعد كده يلا بقى ده المستر حاطط لي المنهج كله في بوستر وخلاص كده المنهج هيخلص معايا في ورقه، لا انا هخلصه بسرعه في نص ساعه وخلاص على كده. فانت تقعد بقى تذاكرها وتقرا الكلام، تلاقي نفسك ايه؟ لا انا المعلومات ما ثبتتش في دماغي، فهتوصل لنتيجه غير صحيحه بسبب انك ما اعتمدتش على مقدمات كافيه، ما اعتمدتش على معلومات كافيه، فطبيعي انك هتقع ايه؟ في اخطاء، فدي الاخطاء المنطقيه. بعد كده العوامل الانفعاليه، انفعالاتك ووجدانك هيلعب على تفكيرك، لو تفكيرك العلمي عايز تبقى صح لازم العوامل الانفعاليه تكون مظبوطه. طب ازاي؟ الشخصيه بتاعتك، ما انت ما تكونش شخص قلقان على طول، انت ذاكرت صح وعملت اللي عليك، بس ما تقعدش قلقان جامد بقى من الامتحان فتلاقي نفسك دخلت نسيت المعلومات اللي انت ذاكرتها، لا هو انت المفروض يكون عندك قلق، بس قلق طبيعي، قلق يساعدك انك تذاكر، قلق يساعدك انك توصل للهدف اللي انت عايزه، كده انت ساعتها تبقى شخص طبيعي، انما بقى قلق زياده، تعصب، خوف، توتر، كل دوت هيبوظ التفكير بتاعك. اخر بعد كده انتقاء المعلومات، انا بختار معلومات، انتقاء معلومات تؤيد وجهة نظري. ايه ده محمد بيقول لي كلام بس مؤيد الكلام اللي انا بقوله؟ ايوه انا هاخد الكلام بتاعه. طب ما ممكن يبقى غلط يا ابني، لا ما انا هاخده عشان هو مؤيد كلامي. وممكن صاحبك التاني بيقول لك كلام غيره بس كلام صح، وممكن لو انت ركزت فيها تلاقيه صح بس مش مؤيد وجهة نظرك بمعنى اصح. فبتعمل ايه؟ بتختار المعلومات وخلاص. عامله زي ايه؟ لماما وهي ماسكه الفيس تقعد تقلب شاهد قطه براس كلب لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. إيه الكلام ده غلط، بس لا انا شايف ان هو ايه بالنسبه لي بأيد وجهه نظري، او بمعنى اصح انا حابب كده فبشيره او بنتقي المعلومات دي، فباخد المعلومه ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. يبقى انا كده بنتقي المعلومات، بختار المعلومات وسط المعلومات اللي قدامي، فممكن تبقى معلومات غلط. اخر حاجه تقبل البيانات والمعلومات دون نقد، بقبل المعلومه من غير ما انقدها، باخد الكلام من اللي قدامي وممكن يبقى غلط. لما اجي اقول لك مثلا ايه النظام الجديد اتلغى، بس بقى خلاص المستر قال لنا النظام الجديد اتلغى يبقى خلاص على كده. طب انت يا ابني اتاكدت المعلومه اللي انا بقولها دي صح ولا غلط؟ ما اتاكدتش. يبقى انت كده بتقبل البيانات بدون نقد، بتقبل المعلومات بدون نقد. فقال لك قد يسلم العالم بمعلومات دون نقد وقد يؤدي ذلك على المامه بالموضوع ونتائجه.
طب اخر درس معانا بنتكلم فيه وهو ايه؟ التفكير الناقد والتفكير الابداعي، وده الدرس الثالث. نراجعه مع بعضينا مراجعه كويسه علشان برضو تحاول تلمه لانه ما اتشرحش. اول حاجه معايا تعريف التفكير الناقد. يعني ايه تفكير ناقد؟ يعني ايه اصلا نقد؟ نقد زي ما انا قلت لك، انا بنقد الحاجه بشوفها هي صح ولا غلط وبتاكد من صحتها. طب التفكير الناقد هو قدره الشخص على استخلاص النتائج، على اختيار النتائج بطريقه منطقيه وسليمه، وتقويم الحجج المتعلقه بالمشكلات المختلفه زي الشخصيه والحياتيه والعمليه. انا ببدا ان انا استخلص نتائج، بس النتائج اللي بوصلها بعد ما انا نقدت كل المعلومات، بعد ما انا اتاكدت من المعلومات، فانا كده بفكر بطريقه ايه؟ بطريقه ناقده، فبوصل لنتيجه منطقيه ونتيجه سليمه. تمام. بعد كده مهارات التفكير الناقد، المهارات اللي انت تستخدمها عشان يبقى انت كده بتفكر بطريقه ناقده. فقالك التفكير الناقد، التعرف على الافتراضات. يعني ايه التعرف على الافتراضات؟ مش انا قلت لك في فرض الفروض؟ لو تفتكر في الدرس الثاني عندك، الفروض دي هي افكار مبدئيه انا بحطها علشان اتاكد من صحه الحاجه او ممكن تبقى حل ليا، فانا بتعرف على الافتراضات. فقالك هي قضيه مسلمه او موضوعه علشان استدل بيها، هي قضيه موجوده قدامي، فده افتراضات كانت موجوده قبل كده، باخدها علشان اتاكد من اللي انا بستدل بيه ده، وبتاكد من الحاجه اللي انا بوصل لها، يبقى انا بستدل على حاجه وفقا للافتراضات اللي قدامي. طب بعد كده الاستنتاج، مهارة الاستنتاج. يعني ايه؟ بقولك انا بستنتج ان الحاجة اللي قدامي دي صح، بستنتج ان الحاجة اللي قدامي غلط، بستنتج ان الطالب دوت مثلا لا قدر الله هيسقط، طب ليه يا مستر؟ اصله ما بيذاكرش، يبقى انا بستنتج بحاجة. فقال لك مهارة الاستنتاج دي نتيجة يستخلصها الشخص من معلومات قدامه باعتبار ايه؟ صدقها، هو حاسس ان هي صح او متاكد من صدقها فبيستنتج. فلو جاب لك مهارات التفكير الناقد في الاختيارات وجاب لك مهارات الاستنتاج، يبقى هنا بيكلمك ان انا بستنتج حاجه او بحاول اوصل لنتيجه معينه، يبقى مهاره الاستنتاج. طب مهاره التفسير معروفه، يعني بفسر، بعرف اسباب، انا كنت قايلها لك قبل كده وشارحها. مهارة التفسير قدرة الفرد على رد الظواهر أو القضايا لأسبابها الحقيقية، أنا بوصل للأسباب الحقيقية بتاعت الحاجة، بعرف سبب الشيء دوت حصل ليه. طب هو الطالب دوت جاب درجة حلوة أو طلع من الأوائل، طب السبب بتاعها إيه؟ عايز بقى أفسرها، عايز أبقى معايا مهارة التفسير. الطالب دوت كان بيذاكر دروسه، كان بيذاكر كويس، بيذاكر كويس كويس، يعني اللي هو بيمسك الدرس يقعد يذاكره كويس وبيحل عليه، يبقى هو كده ايه؟ وصل للنتيجة اللي هو عايزها او النتيجة اللي هو جابها بسبب ايه؟ بسبب مذاكرته. كلمة بسبب دي يبقى مهارة التفسير. طب بعد كده مهارة الاستدلال. يعني ايه استدلال؟ انا بستدل على حاجة، بحاول ان انا انتقل من المعلوم للمجهول. يعني انا بقول لك الحديد معدن يتمدد بالحرارة، نحاس معدن يتمدد بالحرارة، اذا هستدل ان كل المعادن تتمدد بالحراره، يبقى انا وصلت للمجهول بناء على الايه؟ بناء على المعلوم اللي قدامي. والانتقال من مقدمات لنتائج. بس خلي بالك الاستدلال فيه نقطتين وممكن يلعب لك عليهم يا نجم في الايه؟ في الامتحان. طب ايه يا مستر النقطتين دول؟ ما تخوفنيش، اقول لك. عندك الاستدلال، في استدلال استنباطي واستدلال استقرائي، وده ان شاء الله اللي هيكملوا تانية ثانوي ادبي وهيكملوا معانا ان شاء الله في حاجة زي دي، هنشرح الكلام ده في المنطق. فعندك الاستدلال الاستنباطي، انا بنتقل من حاجة عامة، قاعدة عامة، لقاعدة خاصة او لحالة خاصة. يعني ايه؟ يعني بقول لك كل العلماء مبتكرون، كل العلماء ايه؟ مبتكرون، مش دي حاجة عامة؟ يبقى انا كده بستنبط كل العلماء مبتكرون. حلو، ده اول مقدمة. احمد زويل عالم. حلو يا مستر. طب انا عايز اوصل للحاله الخاصه بقى، يبقى احمد زويل مبتكر. يبقى انا هنا عملت ايه؟ وصلت استنبطت من قاعده عامه اللي هي كل العلماء مبتكرون، وصلت بيها لحاجه خاصه او حاله خاصه ان احمد زويل مبتكر. تمام. طب انا عندي بقى الاستقراء، الاستقراء العكس، الانتقال من حاله خاصه لقاعده عامه. زي ايه؟ هقول لك الحديد معدن يتمدد بالحراره، ما دي حاله خاصه الحديد بس. النحاس معدن يتمدد بالحراره، يا مستر برضه حاله خاصه النحاس بس. قصدي المعدن يتمدد بالحراره، اذا كل المعادن تتمدد بالحراره، يبقى انا وصلت لقاعده عامه، يبقى انا استقراء، وصلت لقاعده عامه على اساس الحاجات الخاصه اللي قدامي. يبقى لما يجيب لك في الامتحان استدلال ويطلب منك استنباط ولا استقراء، هتشوف ساعتها بقى يا سيدي حاجات عامه فوق، المقدمات عامه ووصل لحاجه خاصه يبقى استنباط.
طب حاجات خاصة كتير ووصل لحالة عامة يبقى استقراء. اخر حاجة تقويم الحجج، انا ببدأ بقى ان انا الم بجوانب الموضوع بتاعي، ببدأ ادرك الحاجة او الحجة اللي انا حاططها دي اللي هو القضية اللي بقول لك عليها صح ولا غلط، فبميز جوانب القوة والضعف اللي فيها علشان اقارنها بالحاجات التانية او بالظواهر التانية واشوف اني الصح واني الافضل، فانا كده بقوم الحجج. بعد كده مكونات التفكير الناقد، هو بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجة من قاعدة معرفية. يعني ايه قاعدة معرفية؟ قاعدة معرفية يعني المعلومات، القاعدة المعلوماتية اللي قدامي، المعلومات اللي انا بعتمد عليها، المعلومات اللي بعتمد عليها وانا بفكر بطريقة ناقدة. فقال لك هي ما يعرفه الفرد والتي تمكنه من معرفة التناقض في الحجج، دي المعلومات اللي هو عارفها واللي متوفرة قدامه. طب الاحداث الخارجية دي الحاجة بقى اللي ممكن تأثر على الظاهرة في ناحية ايه؟ في المجتمع او في الوقت اللي انت فيه، فدوت المثيرات اللي بتستثير الحواس بالتناقض او الاتساق، ان هو ممكن تخليك ما تعرفش ايه توصل للظاهرة او توصل لها بشكل كويس، فدي الاحداث الخارجية اللي بتدور حواليك وانت بتعمل التفكير الناقد او انت بتفكر بطريقة ناقدة. بعد كده النظرية الشخصية، وجهة نظرك، يعني لما يجيب لك في مكونات التفكير الناقد ويجيب لك في الاختيارات، هو هنا في النظرية الشخصية لو طالبها هيتكلم عن وجهة نظرك الخاصة بيك. بعد كده الشعور بالتناقض، قال لك ده بقى بيمثل عامل دافع تترتب عليه باقي خطوات التفكير الناقد. ما انت لو حسيت بتناقض في المعلومات اللي قدامك او في الظواهر، ده هيخليك ان انت تفكر بطريقه ناقده. ايه ده يا مستر، في تناقض في الكلام اللي بيتقال وفي الحل اللي انا بحله، يبقى انا كده هبدا افكر بطريقه ناقده، فابدا اشتغل، فابدا اوصل للتفكير الناقد واشتغل بالنقد. يبقى عندك الشعور بالتناقض، حسيت ان في تناقض، فده هيخليني او هيستدعيني ان انا افكر بطريقه ناقده او التفكير الناقد. تمام كده. بعد كده حل التناقض بقى في الاخر خالص، انا مش حسيت ان في تناقض، احل التناقض ده، وساعتها بيسعى الفرد ان هو يحل التناقض. طب بيحله ازاي؟ باتباع خطوات التفكير الناقد. تمام كده. مكونات التفكير الناقد بقى، التفكير الناقد بيتكون من ايه؟ قال لك جمع المعلومات. انا ببدا في اول حاجه بجمع المعلومات اللي قدامي حوالين المشكله اللي انا هدرسها او القضيه اللي انا بدرسها. بعد كده تحليل ونقد الآراء المتصلة بموضوع المشكلة بموضوعية تامة. أنا ببدأ إن أنا أشوف الآراء اللي قدامي دي صح ولا غلط، طب الصح أعتمد عليه، طب الغلط اركنه كده على جنب مش محتاجه، ده حاجة غلط ملهاش علاقة. وبموضوعية، زي ما شرحت كلمة الموضوعية، مش عشان الحاجة دي متأثرة بمصالحك الشخصية ورأيك يبقى تقبلها، لا، هي لازم حاجه ليها علاقه بالعلم اقبلها، ملهاش علاقه بيك، انا ماليش دعوه بيك، انا بتكلم عن العلم. فانا هنا بحلل الاراء المتصله بالموضوع اللي بدرسه بس بموضوعيه تامه. بعد كده البرهنه على صحه الحكم الذي تمت الموافقه عليه. يعني ايه برهنه؟ يعني انا بحط دليل، ببرهن على صحه كلامي، فبجيب الدليل العلمي على الاراء اللي انا قلتها. ما ممكن الاراء اللي انا قلتها غلط، هو انا مش بشر؟ مش ممكن ان انا بغلط؟ يبقى انا الاراء اللي انا وصلت لها بالتفكير الناقد بتاعي ممكن تبقى غلط، فانا ببرهن على صحه ايه؟ الكلام بتاعي علشان الناس تقبله. يبقى قال لك البرهنه على صحه الحكم الذي تمت الموافقه عليه. بعد كده جمع مزيد من المعلومات والبيانات الضروريه، هبدا بقى ازود معلومات وبيانات ممكن تكون ضروريه للتفكير اللي انا بفكره او للمشكله اللي انا بفكر فيها، فببدا اجمعها. يبقى بجمع معلومات، بحلل الاراء دي وبنقدها، تالت حاجة ببرهن على صحتها، رابع حاجة بجمع معلومات زيادة. طب انا كده خلصت التفكير الناقد. في بقى التفكير الابداعي، ودي اخر حاجة في المنهج، وهنحل كام سؤال على المنهج شامل. يبقى انت كده لميت الدرس او لميت التلات دروس بتوعك ولميت المنهج مراجعة سريعة، انما الشرح احنا شارحينه قبل كده. طب مفهوم التفكير الابداعي يعني ايه ابداع؟ يقول لك ده شخص مبدع، ده شخص مبتكر. يعني ايه شخص مبدع يا مستر وشخص مبتكر؟ يعني بيوصل للحاجة بطريقة مبتكرة، يعني بيجيب الحاجة يقول لك ده ابتكر طريقة جديدة، وصل لطريقة جديدة أنا ما كنتش عارف أوصل لها. تبقى ماشي في الشارع كده وأجي أقول لك إيه، تعالى نخش من الشارع الشمال ونلف من ورا هنوصل أسرع، يبقى أنا كده ابتكرت حاجة جديدة، إن أنا مشيت في طريق جديد غير الطريق اللي احنا عارفينه. طب الابداع، قال لك الابداع هو نشاط عقلي مركب، حاجه كده بتدور في عقلك، هو نشاط بيدور في عقلك بتوجهه رغبه قويه، انت رغبتك من جوه انك تبحث عن حلول وتوصل لنتائج لم تكن معروفه سابقا. انت هنا كده حاجه حركتك في مخك، لا ما انا مش لازم ابقى شخص عادي، انا لازم ابقى شخص مختلف عن الناس. طب هتبقى مختلف ازاي يا مستر؟ اقول لك ان انا اجيب حاجه جديده،
حاجه مش موجوده قبل كده، حاجه ما اتعرفتش قبل كده، يبقى انا استخدمت عقلي، يبقى نشاط عقلي علشان ابحث عن حلول علشان اوصل لنتائج مش موجوده قبل كده. طب شروط بقى التفكير الابداعي، ما هو مش اي حد كده يقول لك انا بفكر بطريقه ابداعيه وخلاص، لا في شروط. قال لك ان يمثل انتاج التفكير جده وقيمه، ان هو يكون حاجه جديه وليها قيمه، ما تجيش تقول لي ايه انا ابتكرت حاجه في اللعبه. ايه يا عم ايه اللي انت بتقوله ده، انا عايز حاجه قيمه، حاجه تفيدنا كلنا. فقال لك يمثل انتاج التفكير جده وقيمه، حاجه جديه، حاجه ليها علاقه بالمجتمع اللي انت فيه او ليها علاقه بيك او ليها علاقه بالناس اللي حواليك، هي حاجه قيمه. طب بعد كده التفكير المغاير، والذي ينقض الافكار الموجوده سابقا. يعني ايه مغاير؟ بيقول لك انا بغير، صح؟ فانا بغير من طريقه التفكير القديمه، فالناس اللي فكرت في نفس الحاجه اللي انا بفكر بيها دي بس قبل كده، انا هغيرها وهطلع افكار جديده مش موجوده، فهنقض الافكار اللي كانت موجوده قبل كده. فيها مشاكل؟ تمام كده؟ بعد كده التفكير الذي يتضمن الواقعيه والمثابره والاستمراريه العاليه. انا لازم الكلام اللي بقوله دوت يكون واقعي، ما انا ما اجيش اقول لك انا اخترع حاجه بس حاجه في وحي خيالي. بنتين انا اخترعت كده بقى وانا في خيالي كده ان انا هخبط على ايديا فهتحول لوحش. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، هو ده واقعي؟ لا مش واقعي. يبقى التفكير لازم يتضمن واقعيه علشان نتصف ان هو تفكير ابداعي. رابع حاجه صياغه مشكله ما صياغه جديده، ان انا ببدا اشوف مشكله جديده علشان افكر فيها وصيغها علشان احلها. بعد كده بقى مراحل التفكير الابداعي، المراحل بتاعته، اول حاجه التهيئه والاعداد، تحديد المشكله بالظبط. انا بهيئ نفسي ان انا افكر بطريقه ابداعيه، فانا بحدد المشكله اللي انا المفروض احلها بطريقه ابداعيه. فقال لك تحديد المشكله من خلال جمع المعلومات وتحليلها. طب مرحلة الاحتضان، احتضان المشكلة لفترة لكي تتاح فرصة التفاعل مع البنية المعرفية في المخ. يعني ايه احتضانها؟ انا ببدأ ان انا اركز في المشكلة واسيبها فترة ما اشتغلش فيها علشان تتيح لي فرصة ان انا اطلع اللي في عقلي علشان احل المشكلة دي. يبقى مرحلة الاحتضان اتكلمنا ان احنا بنحتضن المشكلة، بنحتفظ بالمشكلة لفترة علشان يبقى قدامي فرصة ان انا اتفاعل مع اللي بيدور في عقلي عشان اعرف احلها. يعني يقول لك ايه، لا اهدى كده، سيب المشكلة شوية، تمام، لحد ما نفكر، لحد ما نفكر. دي يبقى انت دي مرحلة الاحتضان، انت راكن المشكلة على جنب. طب بعد كده مرحلة الاشراق، بيبدأ بقى ان هو ايه الاشراق. يعني ايه الاشراق؟ يعني تشرق الفكرة بتاعتك وتبدأ تطلع الفكرة بتاعتك، فبيظهر الابداع وبتوصف بانها ايه ولادة الفكرة، ان الفكرة اتولدت من جديد وطلعت عشان تحل المشكلة. طب مرحلة التحقق، ساعتها بقى بتحقق من دقة المنتج، بشوف الحاجة اللي انا طلعتها دي او الفكرة اللي انا طلعتها دي هل هي ليها قيمة، هل حاجة دقيقة. طب هبدأ اقارنها بغيرها من الافكار علشان اتأكد هي صح ولا غلط، يبقى دي مرحلة التحقق. طب مهارات التفكير العلمي، ايه المهارات بقى بتاعة التفكير العلمي؟ قلنا مهارة الطلاقة. يعني ايه الطلاقة؟ القدرة على استدعاء اكبر قدر من الاستجابات لمشكلة معينة. يبقى عندك يقول لك طلاقة في التعبير. يعني ايه طلاقة في التعبير؟ يعني بعبر بشكل كويس. فالطلاقة في التفكير ان هو استدعاء اكبر قدر من المعلومات، اكبر قدر من الاستجابات لنفس المشكلة. طب المرونة، القدرة على التفكير في بدائل للمشكلة ويكون الشخص فيها ايه مرن. ما انت ممكن حاجة مثلا فكرت فيها عشان تحل المشكلة مش جابت لك النتيجة الكويسة اللي انت عايزها، فبتبدأ تغير الفكرة، تجيب فكرة جديدة، فبتدور على بدايل للمشكلة. مهارة الأصالة، لازم الأفكار اللي انت جايبها دي تبقى أفكار أصيلة ومبتكرة، وكل ما قلت شيوع الفكرة كل ما زادت أصالتها من حيث قيمة الفكرة. يعني كل ما الحاجة مش متداولة حواليك كل ما تبقى حاجة مبتكرة، تمام كده؟ بعد كده اخر حاجه مهاره الحساسيه للمشكلات، ودي الوعي بوجود مشكله. فبعض الافراد اسرع من غيرهم في ملاحظه المشكله. انت لازم تكون شخص ايه عند حساس للمشكله، اللي هو تحس ان في مشكله قدامك. في ناس بتحس ان المشكلات بتيجي بسرعه وبيفهموا ان في مشكله، وفي ناس لا يفضل قاعد كده لحد ما يلاقي الدنيا خربت وهو مش عارف ان في مشكله اصلا موجوده. فمهاره الحساسيه للمشكلات. طب ايه اهم الاختراعات اللي كانت قدامي؟ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا طبية وعلاجية، تكنولوجيات الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الهندسة الوراثية، كل دي اختراعات موجودة. طب مين أهم العلماء؟ أحمد زويل ومصطفى السيد. أحمد زويل ده استخدم ميكروسكوب فائق
السرعه عشان يلاحظ التفاعلات الكيميائيه بسرعه الايه بقى، بسرعه الفيمتو ثانيه، وهي اصغر وحده زمنيه من الثانيه. طب مصطفى السيد ده اكتشف علاج السرطان بجزئيات الذهب. طب احنا كده راجعنا المنهج مراجعه سريعه، يلا بقى كده نطبق ونحل مع بعضينا، وركز كده وافتكر المعلومات اللي شرحناها قبل كده والمراجعه اللي انت راجعتها عشان نحل مع بعض. بقول لك اقتصر استخدام كلمه علم من جانب بعض الفقهاء على العلوم الايه، طبيعيه ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا الشرعية والدينية؟ ايوه بالظبط كده، الاجابة ايه؟ الشرعية والدينية. طيب العلم اصطلاحا يعني ان له موضوع، منهج، نتائج تطبيقية. ايه يا مستر ده التلاتة ينفعوا؟ ايوه يبقى الاجابة ايه؟ كل ما سبق، لانه موضوع، منهج، نتائج تطبيقية. طب الهاتف المحمول والطائرات يعبر عن معنى العلم من حيث موضوع، منهج، نتائج تطبيقية. فروض هاتف محمول وطيارات دي نتائج جديدة، تكنولوجيا استخدمتها. طب ايه اللي بيهتم بالتكنولوجيا؟ النتائج التطبيقية. يعتمد رجل العلم على طرق، كلمة طرق يبقى منهج. بص بقى كده الاجابة، طرق وخطوات دقيقة لانتاج العلم تسمى نظريات، قوانين، اختراعات، منهج علمي. مش انا قلت لك طرق، خطوات، اسلوب هستخدمه يبقى منهج علمي؟ يبقى الاجابة منهج علمي، لانه قال لي طرق وخطوات. احد الفقهاء جعل العلم قاصرا على علوم اصول الدين والتفسير فقط، هو مين؟ ابن القيم ولا ابن رشد ولا ابن حنبل ولا ابن سينا؟ الاجابه ابن حنبل. بص كده في الاختيارات ما جابش ابن حنبل وابن تيميه مع بعض، ليه؟ اصل ابن حنبل ينفع وابن تيميه ينفع، فالاجابه ابن حنبل. من اكثر العلوم خصوصيه، ايه ده يا مستر ده انت قلت لي العلوم العموميه، قمه العموميه، الدرجه الثانيه من العموميه، نهايه العموميه. طب نهايه العموميه يبقى ايه اكثرهم خصوصيه في الموضوع؟ يبقى العلوم النفسيه والاجتماعيه، صح كده؟ لازم تبقى فاهم الجزئيه مش حافظها وخلاص. فمن اكثر العلوم خصوصيه فيزياء، احياء، علوم اجتماعيه وانسانيه، رياضيات. الاجابه العلوم الاجتماعيه والانسانيه. طب احتلت العلوم الاجتماعيه المرتبه الاخيره في ترتيب العلوم، ليه؟ لانها تبحث في مجمل الكون؟ لا، اللي بيبحث في مجمل الكون الفيزياء. تبحث في مجمل العالم؟ لا برضه. تبحث في ظواهر نراها؟ لا برضه. تبحث في ظواهر متعلقه بالانسان فقط، يبقى علوم اجتماعيه ونفسيه، يبقى الاجابه تبحث في ظواهر متعلقه بالانسان فقط. يعد العالم نقط من المتخصصين في التحقق من الفروض، بيتاكد من صحه الفروض علشان يطبق، يبقى مين؟ احمد زويل. بص في الاختيارات، داروين، نيوتن، اينشتاين. يا مستر ده الثلاثه جانب نظري زي ما انت قلت، يبقى الاجابه احمد زويل من غير تفكير. ايوه الاجابه احمد زويل، لان هو الوحيد اللي جانب تطبيقي وجانب عملي. ظاهره الاحتباس الحراري هي ارتفاع درجه حراره كوكب الارض، يعبر عن وصف، تفسير، تنبؤ، تحكم فيه. بص كده في السؤال، ظاهره الاحتباس الحراري هي ارتفاع درجه الحراره، وي 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 وي، هو هنا ايه بيوصفها لي، بيبدا يعرفها لي. طب قال لك بتحصل بسبب ايه؟ ما قاليش. طب اتنبأ هيحصل ايه بسبب ظاهره الاحتباس الحراري؟ ما تنبأش. يبقى الاجابه هنا لحد دلوقتي هو بيوصف، يبقى الاجابه الوصف. لجوء العالم الى الجمل الخبريه ولغه الرياضيات، يمثل العالم امانه علميه، خيال، دقه علميه. الاجابه هنا بقى الدقه العلميه، لما قلت لك الدقه العلميه الكتابه العلميه اللي بتختلف عن الكتابه الانشائيه، لانه بيستخدم جمل خبريه واضحه ومحدده، يبقى الاجابه دقه علميه. يقوم العالم باجراء نقط للتاكد من صحه الادله والبراهين في العلوم الطبيعيه بس، استبيانات، استطلاعات، راي، تجارب علميه، كل ما سبق. طبعا انت بقى تشوف كلمه كل ما سبق تروح تجري عليها بقى وخلاص وتجاوب كل ما سبق، لا، هو انت عندك الاستبيانات والاستطلاعات بيهتم بيها العلوم الايه؟ الاجتماعيه. انما اللي بيهتم بيه العلوم الطبيعيه التجارب والملاحظه والتجربه، يبقى الاجابه الايه؟ التجارب العلميه. رفض جاليليو ما قاله ارسطو من نظريات حول مركزيه كوكب الارض. طالما رفض حد وجاب لي اختيارات بيقول لي الصفات رجل العلم، امانه علميه، خيال، دقه، روح نقديه، يبقى هنا جاليليو نقد ارسطو في النظريات بتاعته، يبقى الاجابه روح ايه؟ روح نقديه. طب المعرفه العلميه دائمه النمو والتطور، طالما بتتطور وبتثور على نظريات قديمه، يبقى الاجابه ايه؟ يدل على خصائص المعرفه العلميه، ايه هي؟ تراكميه. طب ده كده على الدرس الاول، لميت كده معايا الدرس الاول، خش على الدرس الثاني يا باشا. من خصائص التفكير العلمي تصنيف، عشوائيه، كيفي، عموميه. لا، هو هنا الكيفي والعموميه من الخصائص. طب التصنيف من المهارات، يبقى التصنيف مستبعد. طب العشوائيه كده كده مستبعده، يبقى الاجابه يا كيفي ها يا عموميه. انت عندك هنا الكيفي، لا انا ما بتكلمش على الكيفي، انا بتكلم على الكم. ما هو من خصائص التفكير العلمي الكميه، طب هو هنا جايب لي الكيفيه، فانت تتلخبط بقى ما بين كيفيه وكميه. لا هي مش كيفيه،
هو بيهتم بالكميه، مفيش حاجه اسمها كيفيه. يبقى عندك الكيفيه مستبعده، العشوائيه مستبعده، التصنيف من المهارات فمستبعده، يبقى الاجابه الايه؟ العموميه. لما قلت لك ادراك العلاقات ما بين الشواهد، يبقى ابدا كده. لو انت الاجابه حتى مش عارف توصل لها، استبعد الاجابات الغلط، هتلاقي نفسك وصلت للاجابه الصح. تمام كده؟ التفكير العلمي يظهر عند العلماء فقط؟ لا. يظهر في الدول المتقدمة؟ برضو لا. يظهر في المجتمعات دون الأخرى؟ برضو لا. يظهر عند كل إنسان منظم التفكير. طب الحديد يتمدد بالحرارة؟ حلو. نحاس يتمدد بالحرارة؟ جميل. الألمونيوم يتمدد بالحرارة؟ خلاص يا مستر. إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة، أي من خصائص التفكير العلمي يمثل هذا المثال حرية استمرارية قائم على العمومية كمي، قائم على العمومية. وصلت من أجزاء حالات خاصة لحاجة عامة. طب افتكر كده معايا جزئية السؤال زي ده لو جايبه لك وبقول لك استنباط ولا استقراء؟ ايوه شاطر، استقراء، لانه وصل من اجزاء او حالات جزئية لقاعدة عامة. على الباحث الا يدخل معتقداته الذاتية ومصالحه في ابحاثه دليل على استمرارية، عمومية، اجرائية، موضوعية. موضوعية لما قلت لك لازم يكون شخص ايه؟ موضوع. قيام الباحث باجراء عدة مقابلات شخصية مع احد نزلاء السجون عشان يكون صورة شاملة، يبقى هو هنا بيعمل ايه؟ بيلاحظه وبيجرب عليه، يبقى الاجابه الملاحظه والتجربه. تمام. بعد كده معرفه اثر المحلول القلوي على ورقه عباد الشمس يعبر هذا عن احد خصائص التفكير العلمي، استمراريه ولا اجرائيه ولا قائم على الحريه ولا كمي؟ طب استمراريه، هو فين الاستمراريه هنا؟ طب قائم على الحريه، ما بيتكلمنيش عن الحريه في اختيار موضوع، هو هنا بيقول لي معرفه اثر حاجه على حاجه. طب كمي، هو هنا قال لي بحط كميه المحلول، يعني اتكلمنا عن كميه معينه؟ لا. يبقى الاجابه اجرائيه، لا تهتم ها بمعنى الشيء الثابت ولكن بتهتم عن اوصافه وبتهتم في حركاته. فمعرفه اثر المحلول القلوي على ورقه عباد الشمس، يبقى ديت حركات ورقه حركات المحلول القلوي، يبقى الاجابه ايه؟ اجرائيه. أراد الباحث أن يقوم ببحث فجمع كافة المعلومات من عالم آخر، فنصحه صديقه أن يتأكد أولا من صحة المعلومات، فرفض معللا أن العالم الذي أخذ منه هذه المعلومات من الصعب أن يخطئ، فرد صديقه أنه بذلك ارتكب أخطاء منطقية. إدخال عوامل الفعالية، تقبل بيانات ومعلومات دون نقد، انتقاء معلومات. أيوة شاطر، تقبل بيانات ومعلومات دون نقد. هو هنا إيه بالمعلومات من عالم وهي ممكن تكون غلط، يبقى تقبل إيه؟ بيانات ومعلومات دون نقد. عند عودتي من أجازة، من أجازة نصف العام، وجدت أن أغصان شجر حديقتي مكسور وأن زجاج النوافذ أيضا كذلك. اعتقدت أن الفاعل قد يكون لص أو رياح، أي من خطوات التفكير العلمي استخدمت؟ فرض الفروض، تحقق من الفروض، شعور بالمشاكل، ملاحظة وتجربة. هو هنا افترض أن ممكن يكون اللي عمل كده يا لص يا الرياح، يبقى هو هنا عمل إيه؟ فرض فروض، اقترح حلول عشان يتأكد منها، يبقى الإجابة فرض الفروض. ما يهم الباحث أن الماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة، به نسبة معينة من الأملاح يجب ألا تزيد. نسبة معينة، يبقى هو هنا بيتكلم عن كمية معينة، يبقى الإجابة هنا هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى كمي. السؤال اللي بعد كده بيتكلم، بيقول لي ادعى أحد الملاحدة أن الصلاة محرمة وذلك حسب ما ورد في القرآن لا تقربوا الصلاة. هو هنا عمل إيه؟ بيقول لك يوضح هذا أحد معوقات او احد معوقات التفكير العلمي. ايه هي؟ اخطاء منطقيه ولا انتقاء معلومات ولا عوامل انفعاليه وجدانيه ولا ملاحظه وتجريب؟ انتقاء معلومات. هو هنا انتقى معلومه حتى ولو هي غلط، بس عشان موافقه ايه؟ موافقه رغباته وموافقه رايه. هو بمعنى صح عايز يتكلم في حاجه زي دي، فبينتقي معلومه وسط المعلومات، يبقى انتقاء معلومات. في حوار مع صديق لك اخبرك بانه سيكون ضابط شرطه بعد 7 سنوات. هذا الحوار يعبر عن اي مهاره من مهارات التفكير الناقد؟ مهارة الاستنتاج، تعرف على الافتراضات، استدلال، تفسير. هو هنا استنتج ان هو هيعمل ايه؟ استنتج انه هيبقى ضابط شرطة. طب لو قال لك ان انا هستدل ان انا مثلا هدخل كلية الشرطة وهعمل واعمل، يبقى هو هنا بيستدل، بس هو ما جابليش حاجة هنا، هو قال لي سيكون ضابط شرطة بس، يبقى الاجابة ايه؟ استنتاج. عندما نرى الدخان نستدل على وجود النار. بص بقول لك ايه؟ نستدل على وجود النار، يبقى انا استدليت ان الدخان وصلني للنار. أي من مهارات التفكير الناقد؟ تفسير، استدلال، تقويم حجج، تعرف على الافتراضات. يبقى الإجابة هنا هتبقى استدلال، أنا بستدل من حاجة لحاجة. آخر سؤال معنا خالص، قدرة الفرد على رد الظاهرة أو الحدث لأسبابها الحقيقية. هو هنا بيحاول إن هو يوصل لأسباب حقيقية للظاهرة، تسمى مهارة الاستدلال، الاستنتاج، التفسير. يبقى الإجابة هنا التفسير، عايز يوصل لسبب معين. يبقى كده إحنا خلصنا منهجنا،
راجعنا على المنهج وحلينا عليه أسئلة، عايزك تبدأ تشتغل على نفسك، تحاول إنك تجتهد في الفترة دي لأن آخر مدة قدامك وخلاص الامتحانات هتبدأ، فلازم تشتغل وتلم اللي فاتك علشان توصل للنتيجة اللي أنت عايزها إن شاء الله. أشوفكم في السنة الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر عبد الرحمن الأسيوطي من قناة الوفد التعليمي.